يمين الجاي اي حاجه ماشي الله يخليك خش يمين الجاي عشان انا بفضل ابتدي مقبره دي بعد كده بيروكا نخلص من سقارة الشماليه وبعد كده نروح سقارة الجنوبيه هناك واحنا عند الدبه عايز بس اعمل له استعراض سريع بصوا كده يا شباب كل الرمله اللي هنا دي كلها دفنات كل دي مقابر مدفونه بالرمل معروف مين اصحابها على المنطقه الشمال 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 تي